بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: علم الرجال رجس من عمل الشيطان، كمال الحيدري والبهبودي ومرتضى العسكري شهود. إخوتي الكرام، أحبتي، تعرفون كنا ولا زلنا متسلسلين في هذه المحاضرات، وغايتنا أخوتي الكرام إيصال الحقيقة إلى الناس. قد يقول قائل، والأقاويل كثيرة، أنك إخباري لذلك تطعن في علم الرجال. سر أخوتي الكرام، سر النجاح عندما تحاكي الفطرة، عندما تكون المعلومة ممزوجة ومحاكية للفطرة الإنسانية، يكون لها أثر ووقع كبير. عندما تتحدث مع الفطرة الإنسانية، أنت تسيطر على جميع الإشكالات التي تثار. مثلاً الآن دائماً أقول: أنتم الحكم ولست أنا، أنتم من يقرر هل هو رجس من عمل الشيطان أم لا. اخترت لكم أنا هذه مبهدة لولادة الإمام. أنطيكم مثل، لا أريد أن أستبق ولادة الإمام، روحي وأرواح العالمين له الفداء، الحجة بن الحسن. اخترت لكم ثلاثة أشخاص أو علماء من عباد الرجال، يعبدون الرجال أكثر من النواصب، يعبدون الرجال. أنتم احكموا ماذا يقولون، وأنتم قولوا لي إن كان رجس من عمل الشيطان أم لا. أنتم في بادئ الأمر تعرفون لماذا منع كتاب صحيح البهبودي؟ خليني أطلع لكم هاي القضية. البهبودي ما عمل في قاعدة السند فقط، عمل في قاعدة المتن. يعني قال صحة الحديث من عدمه مو فقط السند يحدده، بل المتن. وهذا يؤكد قول هذا الإخباري أبو سكسوكة بأنهم عندما لا يفتهمون الحديث شي يسوون؟ يقولون ضعيف، فمنعوا الكتاب وقالوا: أنت شو سويت؟ أنت أيدت النظرية الإخبارية وطيحت حظ علم الرجال. أنت إذا كان الحديث عندك صحيح وتضعف بسبب المتن، معنى أن المتن هو الحاكم على صحة الحديث من عدمه. لعد أنت جاي تؤكد قول هذا أبو سكسوكة، هذا معنى المجازي. قاعدة تصحيح الحديث من عدمه، ليش أنت تخلي المتن شرط في صحة قبول الحديث من عدمه؟ ليش؟ لأنه ما يفتهم الحديث، وإن كان صحيح السند عنده كأصولي عابد للسند، وإن كان الحديث صحيح عنده أو صحيحا عنده، ما يقبله لأنه ما افتهم المتن. وهذا يؤكد مقالتي، وهو عين الذي أقول به. شنو دليلك؟ استمعوا أخوتي الكرام، يلا. إلى صحيح الكافي للبهبودي يا أعزائي، نجد أنه ولا رواية من هذه الروايات شنو يصحح ملا، ولا رواية من هذه الروايات. سؤال: واقعا لا توجد رواية صحيحة السند؟ الجواب: لا توجد رواية صحيحة السند، ولكنه هو في المقدمة، في مقدمة الجزء الأول ذكر أصلا
وهذا الأصل مع الأسف الشديد أعمله، أقول مع الأسف أبين النكتة لماذا أعمله في الكتاب، فكثير من الإشكالات اللي واردة على الكتاب واردة من هذه الجهة التي ذكرها في مقدمة الكتاب. يقول: والذي تحصل لي بعد السبر والتحقيق وبعد تلك المباحث العميقة أن الصحيح ما هو؟ التفت، إنما يكون من حيث السند والمتن معا. سمعتوا؟ إذن هاي الروايات التي حذفها مو بالضرورة كلها ضعيفة، شنو؟ ضعيفة السند، وهذا مع الأسف الشديد عيب في الكتاب. اسمعوا، ونقص في الكتاب. إذن كان الحديث صحيح السند عنده وهو عابد للرجال، ورغم ذلك ما يفتهم الحديث، ماذا يقول؟ ماذا يفعل إذا كان ما يفتهم الحديث؟ يقول ضعيف. إذن ليش أنتم تشتمونني آناء الليل وأطراف النهار عندما أقول أن الحديث الذي أن علم الرجال علم قذر أسس لعدم فهم الحديث؟ ليش تلوموني وهذا أمام عينك؟ أعطيكم مثل وأخاطب به الفطرة الإنسانية، وأنتم قولوا لي إن كان علم الرجال رجس من عمل الشيطان أو لا. في معالم المدرستين، السيد مرتضى العسكري جزء الثالث صفحة 288 الطبعة 90 يقول: اسمعوا أنتم، وقد ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت أن يقول وأن أقدم الكتب الأربع زمانا وأنبهها ذكرا وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني. وقد ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت أن في سمعوا أن فيها 85,409 حديث ضعيف. اقشعر بدني من هذا الكلام. يعني من مجموع 16,121 حديث، هو يقول المحدثون أن فيها 85,409 يعني 9,485 حديث ضعيف. 9,485 حديث إذا أفرشها من مرقد الكاظم لمرقد رسول الله يصلا يغطن الشارع، بيقول ضعيف كلهم. والعلة لأنه لا يعرف معنى الحديث، وهذا خير دليل أن البهبودي لعبوا بأحاديث آل محمد لعب عجيب غريب. أخوتي الكرام، المدرسة، أنا ما أحب أقول إخباري وأصولي، المدرسة الحديث التي لا تشتري هذا بشسع النعل، مدرسة الحديث والله حذفوهم حذف من الوجود، حذفوهم حتى أن ليش خطورة هذه المدرسة؟ شنو؟ واحد بألف، كل شخص حديث من الحديث من رجالات الحديث يعد بألف رجل من عباد السند والأصول. شنو السبب؟ أنتم مو أنا، أنتم تعرفون شنو السبب؟ لأن هذا الواحد يخاطب الفطرة لأنه هو الصحيح، فيهز عروش ألف واحد، لذلك يعني أزالوهم من الوجود. أنتم
هذا حديث الكافي إذا أنا أنقل لكم، شلون ما تردون الناصب يلعب بيكم طوبة، وحق ولادة الإمام الحجة يلعب بيكم طوبة، وحقه حقه. وإذا ألقي فيديو لناصبي يحتج عليكم بهذه القضايا بالكافي أعطي لايك. وبالمناسبة هذا اللايك والديسلايك مسألون عنه أمام يوم القيامة، والله العظيم حتى هذا نسأل عنه. فقصة طويلة، ما أريد أدوخك تدخلنا بمصرف وإيران. كل شيء محاسبون نحن عليه في الدنيا. أنا إذا ألقي ناصبي يقول قولة حق شلون ما أنطي لايك؟ أنطي لايك ولو ذني كلهن ما اشتريهن بفلس. واحد كتب لي من الأصدقاء، المهم ما أريد أدخل بهذا، إذن يقول هو هذا اسمعوا ماذا يقول. يقول وإذا رجعت إلى شرح الكافي المسمى بمرآة العقول وجدت ماذا يقول، إلى أن يقول وقد ألف الباحثين في عصرنا صحيح الكافي اعتبر من مجموع 16121 حديث من أحاديث الكافي 3328 حديثا صحيحا، وترك 11693 حديثا منها لم يراها حسب اجتهاده صحيحة. تشوفون خطورة 11693 حديث ضعيف؟ ليش تلومون عثمان الخميس؟ ليش تلومون عثمان الخميس في المستقلة طيح حظ المناظرين، طيح حظهم وعاشت ايدك لله درك يا عثمان الخميس. شوفوا شو يقول، ايش قال؟ قال اذا انتم عندكم 3328 حديث، هذا ال 3000 هذا دينكم الشيعي قائم على 3328 حديث، حق لو محق؟ صيروا شجعان، حق لو محق على هذا المبنى. ليش؟ لأن القاعدة التي يمضي عليها الأصولي قاعدة هشة، قاعدة طايح حظها. ذكرت لكم ماذا يقول بحمي حيدري، أنا خب مو أنا مؤلفها، أنتم تقبلون من 16، لأن أقوال العلماء في الكافي سووه نازل من السماء، أقوال العلماء ما الكافي، وأنا شار ذاكرة كيف تنسجم تلكم الأقوال مع هذا. لذلك تشوف النواصب دائما يكررون هذه العبارات دائما، وأنا عدي ما يتحظها ودحظت سابقا في صحة أحاديث الكافي قطعي، والعباس أحاديث الكافي كلها صحيحة، والعباس أحاديث الشيعة كلها صحيحة. يلا بعد جاي أحلف لك بأبي الفضل سلام الله عليه بالعباس، هذا كله كذب مال ضعيف وحسن. أكو عندك بعد دليل؟ افتهمنا أن كمال الحيدري البهبودي لعدم فهمه للحديث، لأنه هو إيش دارس البهبودي؟ البهبودي دارس علم الحنفي والعلم الحنبلي. ولا أنا أسألكم الآن هسه ما أريد أدخل بهذا، كثير من الاستنباطات حنبلية إحنا في حوزاتنا، هذا عندما يقول لأنه ما فهم الحديث. طيب ما تقبلها الفطرة مجلدات 16000 حديث على قولهم يطلعون 11000 حديث و693 ضعيف، هذا ظلم بحق أهل البيت أم لا؟ إجرام بحق أهل البيت أم لا؟ خذلان لكم أم لا؟ ليش أنتم إذا يطلع ناصبي يقف بوجه الشيعي؟ أخوتي الكرام، معجل احترامي للموجودين، ترى الفكر العلم يعني جدا صعب، أنت مو معجل الاحترام للجميع، والله ما أقبل يعني ما أقصد شيء، مو تلقي لك واحد مثلا عنوانه أستاذ بالحوزة خلص بعد، أو تلقي لك شخص يعتري المنبر خلص بعد، أو تلقي لك شخص يوتيوبر خلص بعد. أخوتي ترى أكو فد شطحات
مو شطحات، اكو اخطاء تقسم الظهر، يجي الناصب يحتج عليك يقول لك انت دينك قائم باعظم كتاب عندك اللي هو الكافي 3328 حديث، هذا دينك الشيعي قائم ب 3328 حديث؟ انت قل لي. زين، هذا اعظم كتاب اللي هو الكافي قائم بهذه الاحاديث فقط. طيب، إذا قلت لا أنا ما أعتقد بهذا، يوجب عليك أن تضرب علم الرجال بالقندرة، تقول أن هذا رجس من عمل الشيطان. تقدر؟ ما تقدر، لأن يعني أنت الحليب اللي تشربه رجالي. اسمعوا ماذا يقول. يقول، خلوني أبين لكم هذا حتى أأكد لكم مقالتي أخوتي الكرام. وين هذا؟ عفوا لهذا، فد لحظة. وين صار هذا؟ كتاب البهبودي في طبعة دار الهادي، يقول في صفحة 148: فقد كانت القدماء من أصحابنا في عهد الغيبة الصغرى وبعدها يعدون هذه المعتقدات طعنا، ولا يعملون بما تفرد أحد من هؤلاء الفرق مشيا على سيرتهم المعهودة في أصحاب الضعف والمتأخرون منهم. اسمعوا، يوردون أحاديثهم في أبواب الفقه، فإذا كانت موافقة لرأيهم يسكتون عن الطعن فيهم. مو عفوا، مو أنا أقول، هذا رجالي يقول بذلك، هذا عابد للرجال يقول بذلك، مو أني. يقول فإذا كانت موافقة لرأيهم يسكتون عن الطعن فيهم، وإذا كانت مخالفة لرأيهم يردون أحاديثهم بالطعن فيهم مشيا على الخطة التي أبدعها أبو جعفر الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام، كأنهم في سعة وخيار. يعني شنو؟ النجدة يا علم الرجال، ما افتهم الحديث، طلع النجادة وقال هذا حديث ضعيف، وهذا عين ما يفعله الوصابي في صفا وحق موسى بن جعفر. هذا أنا ما شفت واحد يخاف من الأحاديث مثل الوصابي، مثل الوهاب النواصب. لك هذا الوصابي، يعني ما أدري ذولا شلون يطلعوا بالتلفزيون، هذا ما يصلح أن يكون أول ابتدائي بهذا المجال، ما يصلح للمناظرة ولا يصلح للحديث ولا يصلح للحوار، لا والله. هذا يصلح يشد وزره ومنجل وبالحقل، مع كل الاحترام، يروح هذا يرعى بالحقول والغنم، هذا مو مال علم. شد قل له حديث يطبق هاي النظرية، وعلماءنا يطبقون هذه النظرية. أنا لأتهمكم عندما أنا رفعت قبل سنتين اللايف جاكيت وقلت لكم أحاديث ضعيف يستنجدون بعلم الرجال بكل ما لا يفهموه، ايش سويتوا بي؟ ما بقيت مقولة ما قلتوها علي. الله ينصرني ويظهرني عليكم، هذا هو عين الذي أنا قلته، هذا رجالي. بل هذا ذهب أكثر، ضعف أحاديث صحيحة في الكافي لعدم فهم المتن بشهادة الحيدري، وهم أنا عرفت لكم. طيب أنت اسأل نفسك شنو هالمهزلة لويش؟ وإحنا علنا أدلة قطعية بصحة كتاب الكافي، قطعية صحة كتاب الكافي، أرعبت جميع أعداء الحديث من الأصول والناصبي. ولا أنتم، أنا لو أعرف المفروض مؤسسات الوحدة الإسلامية تدفع لي ملايين الدولارات، مؤسسات الوحدة الإسلامية المفروض تدفع لي ملايين الدولارات. ما حد وحد الشيعة والنواصب غيري، أنا وحدتهم عندما قلت أن الكافي صحيح، صاروا يدا بيد ضدي.
وحدتهم أني. شوفوا شلون متفقين كلهم علي، وحدتهم وجعلتهم يد واحدة، فأفضالي ما ينسوها. يجب أن عندما قلت أن الحديث الكافي صحيح، وعندما أذكر أحاديث المعصومين، شسووا؟ طبقوا مع النواصب علي، وأنتم شهود. ليش طبقوا مع النواصب علي؟ بس مصلحة اشتركت، إذن أنا لوحدتهم، فهم مدينون لي، لازم يدفعوا لي أموال. لأني ماذا؟ أقول أن الفقيه إذا ما يفهم الحديث يقول ضعيف، وإذا يفتهمه حتى لو ضعيف يقول صحيح. هذا هو البهبودي، هذا دين. هذا أنتم أحاديث المعصومين مثل الطوبة قمتوا تلعبون بها، تريدون الله يوفقكم؟ ما يوفقكم الله، ما يوفقكم الله. لذلك تشوف أبسط الأحاديث ما يفتهموها، ما يفتهموها. ليش علم الأصول أسس؟ لأجل هذا المعنى، ما يفتهمون الحديث. لو يفتهموه وين هاي الأحاديث؟ عشرات مئات السنين موجودة عندنا مركودة نايمة، ما حد يطلعها مركودة. ليش ما يفتهموها؟ والناس بيجي يدق عليكم من الصبح لليل. أنتم الشهود مو أنا، أنتم. شوفوا أنا ماذا أقول، هذا مو دين أخوتي، بهذا اللحاظ علم الرجال أخوتي الكرام، بالإضافة إلى الأحاديث راح أبينها أنا في ولادة الإمام، علم باطل منحرف عن آل محمد أخوتي الكرام، صدقوني، علم مقتبس أسسه النواصب للنيل من أحاديث المعصومين، ونجح النواصب بذلك، نجحوا بأيدي الشيعة بالقضاء على حديث المعصوم، وهذا جد باطل. لكن الله عز وجل إلا أن يظهر الحق أخوتي الكرام، لا تعتقدون أن الله عز وجل نحن وغيرنا عندما نظهر بهذا الطرح عبث، أبدا، هذا بتوفيق من الله عز وجل لإنقاذ أحاديث المعصومين، ولا الشيعة تاهت. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.